الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يهي خذ عقيدتك من الكتاب والسنة تمهرت كفل أمستي هنا المالتنا وبالله سبحانه وتعالى فقط. الشرك الأكبر تعلق شرك أمي لو عرست لينو زاري من نانسا ومالتنا. شا محمد جميل زينو رحمه الله أسرارات تنياتي ياك إبلو، ما هو أعظم الذنوب عند الله؟ الله سبحانه وتعالى زند تعلق بدل مالت من مالتنا وبلو طيقو مالس. أعظم الذنوب الشرك بالله، تعلق بدل مالت بالله سبحانه وتعالى لي ما قاراتنا. والدليل قوله تعالى لزيم ما سرجو يلاكو يالله سبحانه وتعالى نغقرنا دقباري يتبالون يلوكمانن للجوي مكرون مكر الزيلة عندما سرجان نتتكمو شمع محمد جميل زينو. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لجي هوي لا تشرك بالله بالله لي أتقارا لقارا بتاي قبا منا بالله لي أتقارا يهي بعد أملكونو تككلين يو أملكو لسو بيتشانو نامي فتسامو بالله لي ما ننم مننم أتقارا. إن الشرك يهيكو شرك تبالو قدي بالله لي ما قاراتكو لظلم عظيم تلاقو بدل مالت بالله لي ما قاراتنو أتقارا لوت. لوكمان انقدي تلك مكرنا لن يدمو تلك أرايانا تشو مالتنو عند أبات لجوتشون كمنم نغير بلاي كشرك اندي تبقو لي مكرات شي قبال شرك يالبت يتدبال لكبت سرا يسرو كموتو يا أبات دق أباتن كوان بيهون أباتن نالج جنة لأي مقنانية تايشلو بشرك لأي موتو تقساتو استسينورو لجوتشو مالتنو السو دمو جنة ريقا بايشلي هنا عند أبات دمو للجو ملكام ملكام نغيرون هلو يمنيال عيد اللم للجو لفطوران هلو وينم فطوران ولا توحيد متعرات قديلا سلزي عند سو لجون عدرالي لي قبوال مالتنا لقمان دمو بزو لجات شوني مكاروت مكرالة سورة لقمان لاي قن مكروني جمروت كيتنا يا بني لجي هوي لا تشرك بالله بالله لاي أتقارا إن الشرك لظلم عظيم بالله لاي مقارات تلك بدلنا ونا بلو مكرو مالتنا. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم دمو سلة تلك بدل سل الشرك ستة يكو أن تجعل لله ندا وهو خلقك الله فتره سابقا لألّه بيت إلا تادر قلتنا وهو خلقك السو فتره سابقا بيتشن يو فتاري الله هونو سابقا فتوانا كالله جيالو ما ننم يهون مننم بالله لي دربه بيت أدر قلتيزنا. متفقون عليه إمام بخاري نا مسلم زقبوتان انجليزي قام من مصر الجامعته كحديث دمو مصر الجامعته مالتنا. والندو قالوا شا محمد جميل زينو بيت اي مالت قالوا الشريك شريكة اقار ما درقنو قالوا الله اقار اللو ما هو الشرك الاكبر تلاقو بدل مالت وينم تلاقو شرك مالت من مالتنا ملس. الشرك الاكبر تلاقو شرك هو السم صرف العبادة لغير الله كالله جلال لمن ميهون لمن لملائكة ميهون لنبي قدي ملائكة وجنا نبي وج لالله فتشوم باري وجناتشو لنسو قوان بيهون أملكو أي قباتشو لنسو أملكو كالتا قباتشو لالله بيتشامي قبو أملكو لنسو مسطت كالتشالة ليلة وفتور ما بفتشوم أي قبو زاف ميهون ميتايم يهون مايتايم يهون سواليه نو تبلو ميقامت وليه نو تبلو ميقامت اي قامت املكو لاند الله سبحانه وتعالى بيتشانا بيتشانو ميقباو مالتنا. سلزي الشرك الاكبر تلاقو بدل مالت هو صرف العبادة لغير الله كالله جلال اكل املكو مفتصمناو مالتنا كدعاء غير الله كالله جيالو
አካላትን መለመን ይመስል ማለት ነው ድረሱልኝ ይያሉ ወልስቲጋሰቲ ቢልአምዋቲ አው አልአህያኢል ጋኢቢን ወልስቲጋሰቲ የጭንቅ ጊዜ እርዳታን መለመን ደግሞ መጠየቅ ሙታኖችን ቢልአምዋት በሞቱ ሰዎች አው አልአህያኢል ጋኢብ ቦታው ላይ ደግሞ የሌለ የሆነን ሰው ደግሞ መለመን ማለት ነው አንድን ሰው ግን ለምሳሌ በሚችለው ነገር አንተ ሰው ሆይ እስቲችን ነገር አድርግልኝ ቢል ሽርክ አይሆንም ይሄ ለምን ይሄ ሰው ሊሰራለት ማድረግ ስለሚችል ከሱ አቅም በላይ ስላልሆነ ማለት ነው ይህም ሆኖ ግን በቦታው ላይ የሌለን አካል መጥራት ማለት ሽርክ ነው ሰውየው ደግሞ በሚችለው ነገር ቢያደርግለት ሽርክ አይሆንም ማለት ነው አሁን ዱአና እስቲጋሳ ዱአ ጥቅልል ነው በጭንቅ ጊዜ የሚደረገውን የሚሆን በሰላም ጊዜ የሚደረገውን ይይዛል ከሱ ውስጥ ተነጥሎ የሚወጣው ደግሞ አልስቲጋሳ በጭንቅ ጊዜ የሚደረገው ረድኤትን ፍለጋ ይባላል ይህን ከሙታን መለመን ምንም ማድረግ ከማይችሉ ሕያውን መለመን ዋጋ የለውም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በድር ዕለት እጃቸውን አንስተው የለመኑት ማንን ነው የባሪያዎቹ በጭንቅ ጊዜ የሚሆን በሰላም ጊዜ የሚገላግላቸው ብቸኛ ባሪያዎቹ ሊመኩበት የሚገባ የተመኩበትንም የማያሳፍረው አላህን ብቻና ብቻ ነው ማለት ነው قال تعالى الله سبحانه وتعالى عندي لا واعبد الله اللهم ببتشنينت املكوت ولا تشركوا به شيئا بالله لي ماننا مننا اتغاروا بتعالى وقال صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم دموالو من اكبر الكبائر الشرك بالله كتلالق وانجلوچ وسط وانو من اكبر الكبائر كتلالقوچ وسط كله تعلق ميبالو وانجل الشرك بالله بالله لي ما غارات نو رواه البخاري امام البخاري زغبوتال 16ኛ ጥያቄ هل الشرك موجود في هذه الامه شرك بزي امه است تكستوالن بزي امه است شرك علن 16ኛ ጥያቄ መልስ نعم موجودون اون بزي ማህበረሰብ است شرك አለ ودليل قوله تعالى لذي ما سرجاچن ميሆነው يا الله سبحانه وتعالى يلاك كف عليه هونو نغغر نو وما يؤمن اكثرهم بالله ابزانياوچوكو بالله جيتنت ايامنو الا وهم مشركون انرسو بالله املاكنت ياغاروبس بيون انجي سماينا مدرما ان يفطروا ستلاچو الله نو يلوحال بجيتنتو الكادو انت ما ان يفطره كله متايو مياستنبرو ما انو ستلو አንድዬ ነው ይልሃል ይሄ ምን ይባላል ሩቡቢያው ያላህን ጌትነት ያምናሉ አምልኮ ክፍል ላይ ግን ሲመጣ ዱአን ይመስል እርድን ይመስል ከጭንቀት መገላገልን ይመስል መታገዝን ይመስል መመካትን ይመስል ካላህ ውጭ ላለ በመስጠት እምነታቸውን ያፈርሱታል ማለት ነው እምነታቸው ሙሉ አይደለም አንድ ሰው በአላህ ጌትነት አምኖ በአላህ አምላክነት በትክክል ካላመነ ይሄ ሰው ሙሽሪክ ይሆናል ማለት ነው ወቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደሞ አሉ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وحتى تعبد الاوثان قيامة አይቆምም አሉ ከኡመቶች የተወሰኑ ጎሳዎች በሙሽሪኮች ላይ ጥገኛ እስኪሆኑ ድረስ ጣዖታትን እስኪመለኩ ድረስ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صحيح رواه الترمذي كذي من النهالن بزي أمتوست شرك اندال شرك كال دمو ماننن يوم دائي كمنن بفيت لأستقا كلمي قبو شرك ما سوقد بسولي جو چهوت لأي توهيد امتكن هدايا بالله جوانو يال دائي وچكن لتعرو مي قبو چهتين يو نارسترو نبياتي تتعرو بتنارست بچانا بچانا مالتنو اصلو سايستقا كل للا تريوش بي تعرو بتقل على فريا فرو اصلا سباتن ياتي ياكي ما حكم دعاء الاموات او الغائبين فردو مندنو موتانن ملمننا ببوتاو لا يليلو سوچن ملمن مندنو فردو بشريعة 17 ملس دعاء الاموات او الغائبين من الشرك الاكبر يموتو سوچن ملمن وينن بوتاو لا يليلو سوچن ملمن كتلقو شركنو قال تعالى لك يا لو الله سبحانه وتعالى
እንዲህ ይላል ወላ ተድኡ ሚን ዱንላሂ ማ ላ ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ولا تدعو من دون الله كالله ماننم اتطرا ماننم اتلمن ما لا ينفعك ولا يضرك اما يتقو يهونوتن اما يغدو يهونوتنم بتشኛው ጠቃሚና ጎጂ الله ብቻ ስለሆነ ማለት ነው فإن فعلت ይሄንንም بتፈጽም بتለምናቸው ካላህ ውጭ አሉትን فإنك انتكو اذا من الظالمين ይሄን ባደረክበት በዚህ ጊዜ በዚህ ሰዓት ከበደለኞች ትሆናለህ አዟሊሚን በደለኛ የሚለው አይል ሙሽሪኪን ከአጋሪያን ትሆናለህ وقال صلى الله عليه وسلم ነብዩ صلى الله عليه وسلم ደሞ አሉ من مات وهو يدعو من دون الله كالله ውጭ ያለን እየጠራ እየለመነ የሞተ ሰው ንደን ካላህ ብቻ ሊለመን ሲገባው ካላህ ውጭ ያለን ነብዩ صلى الله عليه وسلم የሚሆኑ ኢሳም ይሁን ኡዘይርም ይሁን ጅብሪልም ይሁን ሚካኤልም ይሁን አብዱል ቃድር ጀላኒም ይሁን አብሬትም ይሁን ቃጥባሪም ይሁን አልከሶም ይሁን የቦረናውም ይሁን የዳንግላውም ይሁን አሊጎንደርም ይሁን ነጃሺም ይሁን ኑር ሁሴንም ይሁን አባድርም ይሁን ማንም ይሁን ማን ዛፍም ይሁን ሰይፉ ጨንገሬም ይሁን አዳልሞቴም ይሁን አለም ይባል ካላህ ውጭ ያለን በጠቅላላ ካላህ ጋር አብሮ እያመለከ እየተጣራ የሞተ ሰው دخل النار እሳት ገባ رواه البخاري امام البخاري ዘግበውታል ምንን ፈልጋለን ከባድ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል ከዚህ እርኩስ ከተባለው ሽርክ ማለት ነው 18ኛ ጥያቄ ሐሊ ዱአው ኢባደቱን ልመና ዱአ ጸሎት አምልኮ ነውን መልስ 18ኛ ጥያቄ نعم ነው እንጂ አዱአው ኢባደቱን ጥሪ ልመና ጸሎት አምልኮ ነው قال تعالى لك ያለው ከፍ ያለው الله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ጌታችሁ አለ ادعوني استجب لكم ለምኑኝ በብቸኝነት ጥሩኝ እኔ መልስ ሰጣችኋለሁ አለ استجب لكم መልስ ሰጣችኋለሁ አለ በቃ መልስ እንደሚሰጥ ከተናገረ እኛ እሱን በብቸኝነት ሙጨጭ ብለን አለቀም ማለት ነው ያለብን በቃ ከሱጭ መሄጃ የለንም ግዛቱ የሱ ነው በውስጡ ያሉት የሱ ናቸው ጀነት የሱ ናት ጀሀነም የሱ ናት አለም ይባል ጸጋ በጠቅላላ ሁሉ በእጁ አላህ ዘንድ ነው ያለው ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው ኡዱኒ ብሏል ለምኑኝ ጥሩኝ አስተጅብ ለኩም በብቸኝነት ከጠራችሁኝ በኔ ካመናችሁብኝ መልስ ሰጣችኋለሁ ብሏል ኢነ الذين እነዛ يستكبرون عن عبادتي እኔን ከማምለክ እኔን ከመገዛት የሚኮሩ የሆኑት አለ سيدخلون جهنم داخرين جهنم ተዋራጆች ያፈሩ የተዋረዱ ሆነው ይገቧታል አለ جهنمን ማለት الله سبحانه وتعالى ከእሳት ይጠብቃል ዱአ በሁለት ይከፈላል የጥየቃ ዱአ ዱአውል መስ